سلام من الله عليكم، مرحبا بكم، معاكم ثائر الصالح. ألف مليون تريليون زليون مبروك لعشاق نادي الفيصلي على هذا الأداء، على هذا الفوز، على فوز أداء ونتيجة. هذا الشيء اللي بنتمناه من الكرة الأردنية، الفرق اللي بتمثلنا تمثلنا بهذا الأسلوب. يعني الوحدات في دوري أبطال آسيا كان رائع جدا، وإن شاء الله الفيصلي من المرشحين لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. هارد لك لنادي الصل، ولكنهم أدوا بشكل رائع جدا. طالما وصلك الفيديو معلم، يا ريت تخبط لنا اللايك المتين، اللايك الأنيق، اللايك النشمي الحلو اللي زيك. وبتمنى من جمهور نادي الفيصلي يوصل لي هذا الفيديو أقل شيء ل 200 لايك. هذا الشيء مو كبير على جماهير نادي الفيصلي ولا على عشاق نادي الفيصلي. خلينا نتكلم عن الشوط الاول. الشوط الاول اعتمد فيه الفيصل على تكتيك 4-2-3-1 بالتحول الهجومي، بتصبح 4-2-4 بتحركات مارديكان كمهاجم ثاني مع هلال الحلوة، وتقدم مجد العطار على اليمين واحمد العرسان اللي كان رائع جدا اليوم على الشمال. فبتصير اسلوب التكتيك الهجوم لنادي الفيصل بالهجمة 4-2-4. اما من الناحية الدفاعية فمنلاحظ انه الفيصلي كان يدافع بست لاعبين بتراجع اللاعب يوسف وتراجع اللاعب خالد زكريا. يعني الفيصلي اعتمد على الاسلوب الضغط العالي، اسلوب الافتكاك السريع للكرة، اسلوب اللعب على الاجنحة. كانت صناعة نادي الفيصلي للعب هي الصناعة عن طريق الاجنحة، وهذا شيء طبيعي لما بدك تلعب صناعة عن طريق الاجنحة فعندك العناصر المهمة اللي انت ممكن تعتمد عليها. فتواجد مجد العطار وتواجد احمد العرسان كصانعين العاب عن طريق الاجنحة مع تحركات مارديكان اللاعب السوري اللاعب الرائع جدا كان اليوم بتحركاته في قلب دفاع نادي شباب الامعر الفلسطيني، ساهم في خلق مساحات كبيرة في هذا الدفاع. بالرغم انه دفاع فريق نادي الامعر الفلسطيني لعب باسلوب دفاعي، ولكن هذا الدفاع كان جدا ضعيف نتيجة تحركات هلال الحلوة، تحركات مارديكان كمهاجم ثاني وبيتراجع للوسط، حيث انه كان يساهم في عملية سحب عدة مدافعين معه لترك خلخلة في دفاع نادي الامعر الفلسطيني. وهذا ما تحقق. يعني شفنا نادي الفيصلي عم يلعب بهذا الاسلوب الضغط العالي. كان يميز الفيصلي الافتكاك السريع للكرة. لما كان الفيصلي يخسر الكرة شفنا عملية سرعة في عملية افتكاك الكرة، وشفنا عملية سرعة في بناء الهجمة. هذا الشيء اللي مثل اللاعب يوسف واللاعب خالد زكريا. فلما نشوف اللاعبين كانوا بيفتكوا الكرة وينقلوا الكرة للأمام بشكل سريع، مع تقدم الأظهرة اللي هم علي الزهران وسالم العجالين كانوا صراحة اليوم رائعين في عملية الزخم الهجومي. فصلنا نشوف نادي الفيصل عم بتوجه لتكتيك هجومي 2-4-4. عم تلعب ب 2-4-4 يعني امتع ضغطت نادي الامعر الفلسطيني بكل الملعب، اللي شفناه عاجز جدا عن افتكاك الكرة، عاجز جدا عن بناء هجمة. حسام السيد قرأ المباراة بشكل متميز جدا في هاي المباراة، كان جيد جدا في قراءة المباراة، عرف كيف يطبق اسلوب الضغط العالي خاصة أول 35 دقيقة من المباراة. ومن هجمة منظمة شفناها لنادي الفيصلي مع تقدم الظهير الرائع كان عدي الزهران اليوم، رفعها خبطت بالحارس ودخلت جول. فالحارس هو اللي كان، فالجول يحتسب للحارس للأسف وليس لي عدي زهران. كان المفترض أنه يحتسب لعدي زهران لأنه بيستحق كل هدف، لأنه اليوم كان لاعب رائع جدا اليوم اللاعب عدي زهران. في آخر 10 دقائق نادي الفيصلي شفناه قل رتمه. هذا شيء طبيعي انه يقل رتم نادي الفيصلي باخر 10 دقائق. ليش؟ لانه شيء طبيعي انك ما بتقدر تلعب ما بتقدر تلعب شوط كامل بضغط عالي بهذا الاسلوب. نادي الفيصلي كانت نسبة استحواذه على الكرة بما يعادل 62% مقابل 38% لنادي شباب الامعري. نادي الفيصلي مرر بالشوط الاول لحاله بما يعادل 275 تمريرة. كانت نسبة الدقة في التمريرات اللي هي 85%. انت عم تحكي عن فريق اسلوب ضغط عالي كان بشكل مش طبيعي، فشي طبيعي انه ينزل المستوى باخر 10 دقائق. وهذا الشيء عاد بس حماس نادي الشباب الامعري، صار يستقبل لعب وما كانت ما كان في خطورة على نادي الفيصلي. شفنا الحارس عبد الله الزعبي مرتاح جدا. وانتهى الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء بسيطرة كلية لنادي الفيصلي. الشوط الثاني ما شفنا اي تغير فيه، شفنا الفيصلي ضاغط عم بيحاول يحرز هدف ثاني. شفنا نادي شباب الامعري عاجز عن
مبادرة نادي الفيصلي. شفنا نادي الشباب مو قادر يواجه نادي الفيصلي. طبعا هم معذورين يعني بصراحة، الاستعدادات ما كانت جيدة بالنسبة لنادي الشباب الأمعري، ولكن هذا لا يقلل من أنه الفيصلي يستحق الفوز، يستحق أنه يطلع بنتيجة 2-0. وشفنا هدف ثاني من اللاعب أحمد العرسان، لما شفنا نادي شباب الأمعري مسكر منطقته كاملة صار لازم الحل التسديدات عن بعد. التسديدات عن بعد هي حل يا شباب. التسديدات عن بعد لما يكون الفريق بدافع ب 11 لاعب ومغلق عليك المساحات، انت لما تشوت تعمل حل. وكثير فرق فازت عن طريق التسديدات عن بعد. فشفنا هدف رائع من اللاعب أحمد العرسان بالشوط الثاني بالزاوية 90، وانتهت المباراة بفوز نادي الفيصلي 2-0. هذا الفوز مهم جدا. الفيصل المرشح الأول لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. الفيصل لو ما أخذ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تعتبر مفاجأة يا شباب. ومبروك على نادي الفيصل الفوز بالمباراة، وإن شاء الله الفوز بالبطولة سواء نادي الفيصل أو نادي السلطة، الفريقين بمثل الوطن. ويعطيكم العافية، وأتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو، ودمتم سالمين.